السلام عليكم، عذرا عن الانقطاع. لو حد حابب يكمل اتفضل. فين شريف؟ لا هي بس انا كنت برد على الجزئين اللي هي بتاع السؤال بتاع البلك، ان انا ممكن ارفع مجموعه من البيانات ديت. والمهندس عبد الرحمن المره اللي فاتت وضح النقطه ديت وقال لي لا للاسف ما فيش الجزئيه ان انا اقدر ارفع بيانات من عندي على الاوبن ستريت ماب، لان فكرته ان يبقى في مشاركه، كل واحد بيحط معلومه وكل واحد بيصحح لحد تاني وهكذا. تمام، خلاص باذن الله. تمام، هي طيب الفكره كلها زي ما حضرتك بتقول ان هو مشاركه اجتماعيه، فكل واحد ممكن يصور اثناء ما هو رايح في الطريق بتاعه، وراح يشتري حاجه، راح الشغل، جاي من الشغل، الكليه، وهكذا. وبعد كده الناس الثانيه تيجي تكمل وتبدا ترفع الاماكن. يعني مثلا لو انا شغال في مشروع هنا مثلا، وبدل ما اقدر ارسم المنطقه اللي حواليا، لا انا ممكن استعين بالخريطه واحطها، ويبقى عندي المعلومات كامله في حوالين الجيران. ولما اعمل دراسه للهواء او للشمس او للرياح للشادو وكل الحاجات دي، هتتم من خلال ان انا عندي خريطه حقيقيه، مش محتاج ان انا ارسمها من اول وجديد. ممتاز. هو سؤالي بس دلوقتي، ان شاء الله حضرتك قلت ان هنبدا ان شاء الله الاجراءات القانونيه، مظبوط؟ تمام، تمام. هتكون بقى ايه الاسم بتاعها، ايه او اسم المظله ايه؟ خريطة الشارع المفتوح مصر. تمام، واحنا ممتاز. كان في محاضرة من فترة بسيطة كنت انا شاركت فيها عن خريطة الشارع المفتوح مصر. كان مشارك فيها خريطة الشارع المفتوح ليبيا والجزائر ولبنان وهكذا. كانت محاضرة مع المهندس عبد الرحمن، كانت موجودة في لبنان لان المقر بتاع المساحة العربية هناك، وكلامنا فيها ان شاء الله ان احنا نسجل رسمي. احنا صراحة يعني احنا ما سجلناش، احنا شغالين في اجراءات التسجيل، وان شاء الله يعني يتم قريب، والموضوع ان شاء الله ما ياخدش وقت كتير. وبعد كده نبدا نشوف كل الجهات المعنيه تساعدنا. تمام، يعني كل واحد ليه علاقات طبعا مع جهه معينه، فيبدا يشرح لهم الموضوع. وانا واثق الناس يعني هتتحمس للفكره، ويعني الفكره مش هتكلف الدوله حاجه، وفي نفس الوقت هدفنا ان احنا نبقى عندنا مدن ذكيه. فعشان تبقى عندنا مدن ذكيه، لازم يبقى عندنا معلومات عن المدينه نفسها، والشوارع معموله ازاي، والطريق يتعمل ازاي. يعني لو ما فيش معلومات، هو ممكن يمد خط من غير ما ياخد باله ان في حاجات في النص. فلا، احنا مظبوط. هنعمل خرائط ثلاثيه الابعاد نقدر نستفاد منها. اهي دي موجوده مثلا في الاوتوكاد كلها اهيت، وهكذا في الاوبن ستريت ماب سايبر سيتي، وفي الاوتوديسك انفرا ووركس 360. الناس اللي شغاله بالكيو جي اي اس الاوبن سورس، او ناس شغاله بالارك جي اي اس، يقدر ياخد المعلومات من الاوبن ستريت ماب ويشتغل عليها، وهكذا. فالناس كلها تقدر تحمل اوبن ستريت ماب على اي برنامج هم شغالين عليه، واستفادوا من كميه الداتا والانفورميشن عندهم. ممتاز. وسهل ان اي حد يعمل اديتنج، واي حد بيعمل اديتنج غلط بيتم التوضيح ليه والشرح ليه، بحيث ان هو يعمل الحاجه بشكل كويس. انا مثلا عايز اعمل مثلا الشارع مثلا ده عايز ارسمه، طب ما انا ما عنديش صور ليه. لو في حد مصور الشارع دوت، نبدأ ناخد الصور ونستفاد منها إن شاء الله. تمام؟ طيب انا عندي سؤال يا باشمهندس عمر. أيوه أستاذنا. أيوه باشمهندس أحمد. أيوه باشمهندس. يعني ممكن لو حد رفع بيان تبقى، معلش الصوت بيقطع. الو، ايش انت؟ الو الو، السلام عليكم. السلام، شلون صح؟ ايوه سامعني كده يا باشمهندس؟ ايوه اتفضل. سامع حضرتك. انا كان عندي سؤال، يعني البيانات دي بتبقى لصاحبها ولا اي حد ممكن يقدر يخش يعدل عليها تاني؟ اي حد يقدر يعمل كليم ويقول ان في معلومه هنا غلط ويصلحها. تمام، مش ليه؟ لان لازم ممكن، اللي رافعها. مش لازم اللي رافعها، ممكن واحد مثلا لا مثلا شارع معين وراح كاتب اسمه شارع مصطفى احمد مثلا. تمام، فلو الاسم غلط وفي معلومه غلط، بعمل كليم والشخص نفسه ممكن حسابه يتلغي.
تمام لو هو بيسجل معلومات غلط. يعني في واحد رفع صور يعني سودة خالص، وتقريبا كان بيصور عنده في البيت مش بيصور الشارع. فاحنا ان شاء الله اول ما نسجل رسمي هنبعت كليم للناس ديت الغوا الصور ديت، واحنا هنعمل صور جديده. تمام، اه فهو احنا مظبوط. اتواصلنا معاهم، وانا قلت له انا الحساب بتاعي اهوت، فقال لي بس سجل شويه معلومات وهنسجلك رسمي ان انت مسؤول عن اوبن ستريت ماب ايجيبت، والناس اللي هي النشطه هي اللي هيبقى ليها الاولويه طبعا انها تتعدل. زي موضوع الويكيبيديا، لما انت بتكون نشط معاه شويه هو بيبدا بتاخد نجمة يعني بتاخد او حاجة. تصريحات اكتر، او رايك بيبقى مسموع عنده. طيب فكرة كويسة برضو ان الحاجة تبقى مفتوحة واي حد يقدر يعدل على اي حد، مش شرط واحد ممكن بس. ادخل معلومه غلط بتاع فحد تاني يعدل عليا، مفيش مشكله خالص. تمام كده، شكرا. تمام. باشمهندس علاء، ممكن حضرتك كده تلخص لنا الفكره اللي تمت بحيث ان احنا نستفاد من التجربه؟ السلام عليكم. هي التجربة طبعا بديت فيها أنا من شهر 9 2020 تمام. عن طريق مهندس عبد الرحمن، نزلت التطبيق وبديت في منطقة هي مدينة جنزور وطرابلس. انت حضرتك هنا في طرابلس. العملية ببساطة انك تحط الحاملة على زجاج السيارة وتركب. طبعا مفيش حد يفكر انك تطور في الطريق، يعني موضوع عادي تمام. على الحاملة وماشي. طبعا التراب استغربت انا اللي مصورها. اتصل فيه باشمهندس. ايوه مع حضرتك. ايه الموضوع ببساطه انك كنت ماشي للشغل زي ما قلت، تفتح الموبايل تصور وانت مروح، تحاول تروح من طريق ثاني وتصور. تمام. ده يفيدك زي ما قلت انت في عمليه رفع المباني، في عمليه الارتفاعات، في عمليه الطرق، الشوارع، الشوارع المفتوحه، الشوارع المغلقه، شوارع الحفر في الطرق او المكبات او اي شيء، يعني كلها مفيده ان شاء الله. ما شاء الله كويس. وبالنسبه لي اي استفسار او اي سؤال انا جاهز في ما شاء الله. الله يكرمك يا استاذ. انا كنت عشت سنه في بنغازي. بنغازي هيت حي كان اسمه حي التفاح. عادي ترابس ترابس الله. تمام. طيب بقيه الناس اللي معانا لو حد حابب يشارك، يعني المايكات كلها مفتوحة. تمام. لو في حد حابب ان هو يضيف حاجة، يقول حاجة، يدينا مساحته. اتفضل. طبعا احنا يعني معانا المهندس احمد ومعانا المهندس شريف، ان شاء الله يعني معارفهم كتيرة، فإن شاء الله يعني يسهلوا علينا الموضوع ويشوفوا إيه الإجراءات اللي إحنا ممكن نعملها بحيث إن إحنا نبقى ماشيين بشكل قانوني ورسمي ونبدأ نتفاعل. وما شاء الله علاقات قوية بإذن الله هتفيدنا كتير جدا في موضوع التسجيل بإذن الله. وده هو التطبيق، يا ريت يعني الناس كلها تشارك بيه. الكارتة تمام، اعمل له شير، اعمل له شات. تمام، الناس تقدر تتحمل التطبيق دوت وتصور زي ما عايز بدون اي مشاكل خالص. واعتقد ان انا كان اسمه الاول اوبن ستريت ماب وبعد كده اوبن ستريت ماب. تمام، هتلاقي ان انا يعني شغال معاهم برضو في القصه ديت. اول ستريت ماب كام؟ طيب في حد قال حاجه في الشات؟ انا بحتاج استخدمه على الكاد. هل ده ممكن؟ ممكن. في كذا بلجن بياخد المعلومات من الاوبن ستريت ماب ويحطه في الكاد. هو اوبن سورس، فاي حد عنده اي برنامج كبير صغير يقدر ياخد المعلومات ويشتغل بيها بدون اي مشكله خالص.
سو عشان يشتغل على كده باشمهندس عمرو محتاج برامج مساعدة تانية يعني. بلجن، محتاج اه يعني بلجن. هو انا يعني جوه ممكن تحمله اوريدي لو انت معاك جي اي اس، او في برنامج انا كنت نزلته امبارح فادني في هو الموضوع ده كويس جدا، لما تدخل هنا وتقول له اوبن ستريت ماب هتلاقي برامج كتير قوي معتمد عليه. الجيو فيجوال اللي هو ده، انا ممكن ابعت لحضرتك الصورة بتاعته، ماشي. ده برنامج ساعدني كتير جدا امبارح ان انا اخد التصدير بتاع الاوبن ستريت ماب واحوله لاي حاجة تانية محتاجة، احوله لكي ام ال او اي برنامج تاني. حلو قوي، ابعت لي اسمه ونحطه بحيث الناس تستفاد منه. الحين اكون بعت اه لحضرتك اوبن حاضر. ستريت ماب هي في برامج كتير جدا معتمد عليه لاي فكرة. تمام، اوبن ستريت كام اهوت. دي اسامي الناس اللي شغاله في موضوع التصوير. الله يكرمك يا باشمهندس علاء، جزاك الله كل خير. تمام، هتلاقي مثلا ان انا كنت صورت تقريبا 28 نقطه، 28000 نقطه. ماشي تمام، فإن شاء الله يعني نلاقي ناس في العشرة أوائل على مستوى العالم من مصر بإذن الله. جيو فيزيو، أبتهالي سمعت الاسم، خلينا أعتقد إن هو كان تمام. أيوه اللي هو دوت. تمام بالظبط كده، أه تمام. تعمل في السيف سيف از، وبتاخد اللي انت عايزه محتاجه كي ام ال، وتبدا تنزله على وفري الجوجل من ماب. غير كراك ولا حاجه خالص. اه بتنزله على الجوجل، على الجوجل ايرث عادي خالص جدا، وبتشتغل معاه. ما شاء الله كويس. هي كل الحاجات دي فري، اوبن ستريت ماب واوبن ستريت كام والجيو فيزيو والحاجات دي كلها، كل ده فري خالص، ما فيش اي حاجه اه بتدفع. تمام، وكل الحاجات دي اللي ليها كراك ولا حاجه خالص كلها اوبن سورس. فاحنا بنعمل جهد بسيط خالص لموضوع الكاميرا على اساس ندخل مصر في خريطه العالم، لان هي فعلا كانت زيرو صورة، والحمد لله اليومين دول بدأت في صور تدخل. بس عايزين ننتبه ان احنا نصور صبح، ان احنا ننظف الازاز كويس، ان احنا نحط الحاجات على حامل، ان احنا ما يبقاش في اي حاجة موجودة على التابلو تطلع في الصورة وهكذا. دي الحاجات اللي احنا بنحاول ان احنا نتفاداها قدر الامكان. باشمهندس عمرو، انا كنت نزلت صورت شويه يعني شارعين امبارح ونزلتهم، ظاهرين معايا على الويب سايت بتاعي، طيب اسم بس حضرتك ايه؟ مش بيحملوا من جوه السايت، يعني موجودين بس مش ظاهرين. طيب خلينا نشوف كده يعني. انت رفعتهم، عملت له ابلو، اه عملت له ابلو. رفعتهم موجودين اوريدي ظاهرين معايا لما عملت اوبن ستريت كام في الاوبن مابس، موجودين معايا. طب اسم اليوزر اللي حضرتك كنت مسجله وايل؟ وائل. اه وائل الكومي. لا هو مش ظاهر خالص، مش عارف ليه. يعني هقول لحضرتك ثواني، ابعت لحضرتك اللينك. ماشي. المحاضرات كلها بتبقى مسجله وبنرفعها، وفي محاضره مهمه جدا للدكتور عبد الرحمن الفرجاني كان ساعتين ونص شرح فيها الفكره بالتفصيل. لا تقريبا مش موجوده يا سيد فاضل. طيب لا في حاجه ما اترفعتش او حاجه زي كده. المفروض بعد ما بتصور بتدخل تقول له ابلود على اساس تظهر عملت معاك. يا اوريدي ظاهره معايا، ما انا يعني انا لما حملت على الاوبن ستريت ماب موجوده، ظهرت معايا ان هي متحمله. اوبن ستريت ماب، مش عارف والله. خلاص بنحاول نشوف هي اكيد كده كده تمام، حاجات في هتظهر معاك. تعديلات عامل 24 تعديل موجودين اهم، اللي هو الخرائط ظاهرين دي. معايا التعديلات. تعديلات. لو حضرتك دخلت عليهم على تقدر تدخل عليهم ولا لا؟ مش عارف. في حد اسمه عمر سليم داخل. ازاي اشير لحضرتك ممكن تاخد الاكونت اللينك بتاعي؟ مثلا من فوق، ممكن تاخد اللينك من فوق تحطه لنا. اه ثواني. اوكي ماشي ثواني. الحته ديت فوق في المنطقة الأولانية من فوق خالص. أيوه هنا بالظبط. أيوه هنا هنا فوق بشغل. أيوه هنا. أيوه مجلس سليم. أيوه هنا زاوية منها تظهر مع حضرتك.
تمام. بعض المباني والحاجات ديت. بس انا حاسس ان هم داخلين مع بعض، ولا انا عندي مشكله في لا لا لا، الطريقه؟ هو ما بيتعمل في التعديلات بتظهر كده، انت حضرتك لو رجعت الماب ستريت في الستاندر هتظبط معاك. ايوه هو انا شايفه ان هو ايوه زون دي. بالظبط، اهو اسم حضرتك هو ظهر اهو. ايوه بالظبط. شوف المابس نفسها في المنطقه ديت. ما هو ان شاء الله هنخلي في كذا محاضرة، يعني الناس اللي اشتغلت في الاوبن ستريت ماب بشكل قوي يبدأوا يشرحوا لنا المشاكل ويشرحوا لنا الحاجات ديت، وهنخليهم برضو يراجعوا على الحاجات بتاعتنا بحيث لو في اي حاجة يبدأوا ينبهوا لنا. ده تقريبا بترول مصر، بترول مصر اول حد نسجلها. تمام، ما هو ان شاء الله واحدة واحدة هنبدأ نعمل الخريطة بشكل قوي بإذن الله، ونتعاون مع بعض كده بإذن الله. الله يكرمك يا أستاذ، الله يكرمك ان شاء الله. وانا هكلم المهندس عبد الرحمن ان هو يبدا يعني يدينا شويه محاضرات كده، او يبعت لنا المحاضرات اللي هو سجلها قبل كده، ونبدا نشوفها مع بعض ونبدا باشمهندس عمرو، ممكن استاذنك بس لو حضرتك عندك في الاوبن ستريت، ممكن تفعل الاوبن ستريت كام عند حضرتك؟ ما هو موجود اهو. تعالى في المنطقه اللي انا بعتها لحضرتك دي دلوقتي، طيب اوبن ستريت ماب يعني حضرتك هو افتح الاوبن ستريت ماب من فوق من هو فرقه. اوكي، في نفس اللوكيشن اللي انا بعته لحضرتك كده. صفر شيء. قالين أو أول قالين طب حضرتك تمسك الماوس، أوكي، ابعت لي طلب بالماوس وحضرتك ايه ما عنديش طلب ماوس. بيبقى فوق كده في حاجة اسمها طلب ماوس. طيب هخلي حضرتك انت الادمن الماوس، هتلاقي ظهر عندك ان انت تمسك الماوس. لا ما ظهرتليش لسه بدري. ايوه ايوه لا طب انا حضرتك تقدر تعمل شير سكرين دلوقتي؟ اوكي اتفضل. ريكوست ريموت كنترول. اتفضل. جاز مع حضرتك كده؟ هو كده ما حضرتك، لا انا لسه حضرتك ما عملتش شير سكرين. او خلينا نقول له انا شير سكرين ستوب شير، انا قفلت الشير من عندي. تمام. اللقاء مفتوح، لو اي حد حابب يتكلم يفتح المايك ويشرح لنا الفكره. باشمهندس محمد اشرف، ازي حضرتك؟ باشمهندس عمر، ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذنا، اخبار حضرتك الله ايه؟ يحفظك يا رب، الله يخليك، ربنا يكرمك، ازي حضرتك؟ ان شاء الله. الله يكرمك يا رب، الله يخليك. انا بستمع هون، معلش داخل متاخر، اسف. انا عارف اللقاء الساعه 8، الله بس معلش ان شاء الله. يا ريت المحاضره تكون مسجله ولا مش مسجله؟ لا لا، يا مسجله ان شاء الله باذن الله. تمام، خلاص عشان اسمعها من الاول باذن الله. الله يخليك باشمهندس عمر، ان شاء الله محرك باذن الله في الاوبن ستريت ميب باذن الله. اكيد يا استاذ. والشير مش ظاهر معايا يا باشمهندس عمر من هنا. طيب المفروض ان انا ممكن في الثلاث نقط اللي تحت دول هتلاقي موضوع الشير. نو طيب خلاص، احنا هنحاول نشوف الموضوع دوت المشاركة. انا بعت المهندس عبد الرحمن هو يبقى موجود معانا باذن الله في اللقاءات الجايه باذن الله، ونحاول نشوف ان شاء الله يعني ايه واحده واحده نعمل الخريطه كلها باذن الله. والحمد لله ان في ناس بدات تهير، ودي خطوه كويسه. ومعانا مهندس محمد اشرف من اسماعيليه واسكندريه في نفس الوقت، ياخد بقى الطريق كله من اسكندريه اسماعيليه صوره لنا، يبقى كده رايح عمل جاي بقى. عمل انجاز ما شاء الله. ان شاء الله تعالى باذن الله، ان شاء الله باذن الله. الله يكرمك.
الله يخليك يا باشمهندس. طيب في حد حابب يشارك معانا؟ انا اتمنى نسمع صوت كل الناس قبل ما نقفل. هو كمان واضح يا باشمهندس عمرو ان كان في بعض المبادرات قبل كده في بعض المدن، لان انا شايف بعض الشوارع موجوده وموجود فيها البنيه الكامله للطرق. هو بس مفيش صور اتعملت بالكاميرات. ممكن مفيش حد... صور؟ لا هو في في داتا بيز للخريطه، في داتا بيز بالذكاء الصناعي، يعني اغلبها بالذكاء الصناعي، يعني مش مفعله من عندنا. يعني انا شايف فيها كمان بوست كود واسامي شوارع موجوده وحاجات كتير. احنا جدا احنا نتمنى والله. انا بدات ادور على اي حد يكون شغال في الاوبن ستريت ماب في مصر عشان نبدا نتعامل معاه ونبدا نطور الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله يا باشمهندس، ان شاء الله باذن الله. يعني عموما همه حضرتك معانا بالنسبه للتسجيل الجمعيه علشان يكون كل حاجه ماشيه اطار قانوني، ما يكونش فيه مشاكل. اكيد الحاجات دي اساسيه، احنا اي حاجه بنعملها بنسجلها رسمي وتمشي رسمي. لان انا حاليا دلوقتي انا اوريدي شغال بسجل دلوقتي، بس طبعا مش هنقدر نسجل المناطق اللي هي اللي هي زي ما بيقولوا دون تاتش، يعني لو حتى لو سجلناها رسمي هنبعد عن اي مشاكل اي حاجه فيها مشاكل. لا يعني المناطق اللي فيها مراكز فيها مش عارف ايه كلام زي كده. احنا بنقول اهتمامنا بالاماكن الشوارع اللي ممكن يبقى فيها الشوارع العامه، الشوارع العامه، الشوارع السياحيه، الحاجات دي كلها دي بالنسبه لنا ونظر ده هيظهر جمال بلادنا. يعني في الارياف والحاجات ديت في صور جميله جدا واشياء يعني هتدي تنميه لينا نفسنا احنا كمان كمصريين. يعني صحيح هنزور صحيح. هنزور العالم واحنا قاعدين، هنزور بلادنا واحنا قاعدين. اه ما شاء الله. طب اكيد باذن الله. الله يكرمكم وجزاكم الله كل خير. الف شكر يا باشمهندس عمرو على اللقاء الجميل. شكرا لحضرتك. ان شاء الله لقاءات متعدده مثمره باذن الله. احنا يعني ان شاء الله متفائلين بوجود حضرتك معانا ووجود الاخوه الافاضل المهندس شريف وشمس محمد اشرف وشمس نور ومحمد عادل ومحمد عبد الكريم وشمس وائل. فان شاء الله نعمل شغل كويس باذن الله. شمس احمد عويس ان شاء الله دول اللي يعتبروا المؤسسين يا باشمهندس عمرو، المفروض دول يتحطوا كده في لوحه الشرف الاولى للجمعيه دلوقتي. احنا متشرفين بيكم والله. الله يكرمك ان شاء الله. اكيد اكيد باذن الله. ربنا يعز حضرتك يا باشمهندس. انا اسف جدا طبعا انا جاي متاخر، انا لسه مش عارف عن الموضوع. يعني حابب بس اعرف حاجه بسيطه كده، في ايه الخطه بتاعت الجمعيه من حيث التحالفات بمعنى اصح كده اللي هتسهل عمليه يعني عمليه العمل الجمعيه. طيب بص يا باشا فاضل، هو في كذا جهه ممكن لو تعاوننا معاهم هنعمل شغل كويس جدا. طبعا نقابه المهندسين من الحاجات اللي احنا يعني بنتعاون معاها دايما كل حاجه، والناس يعني بيشاركوا معانا في كل حاجه. في عندنا الاتحاد العربي للمساحه وكلمنا معاهم وقالوا لنا يعني معاكم ان شاء الله. نقابه المساحين، التخطيط العمراني، الاتحاد العربي للجامعات، شعب المساحه، في كذا جامعه بيبقى فيها قسم المساحه، فالناس دي بيبقى معاها اجهزه جي بي اس وبتبقى متعاونه وحاجات زي كده وفاهمه اهميه الموضوع. تمام جدا والله يا باشمهندس، مجهود تشكره جدا عليه. يعني يعني بصراحه ان شاء الله حاجه عظيمه جدا، يعني ان شاء الله حاجه هتبقى كبيره جدا باذن الله. الله يكرمك يا استاذ. تسلم يا استاذ، جزاكم الله كل خير. تمام ان شاء الله نبدا نشتغل على ارض الواقع، وان شاء الله كل فتره هنعمل لقاء زي كده ونبدا نشوف اخر التطورات مع بعض باذن الله. جزاكم الله ان شاء الله يا باشمهندس. ان شاء الله. الله يكرمك يا استاذ. شكرا لحضرتك. ألف شكر لك يا باشمهندس عمرو. الله يكرمك يا استاذ. شكرا يا باشمهندس. شكرا.